بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. مكرر الآية اليوم من الآية 66 إلى ختام الوجه، آية رقم 70 إن شاء الله تبارك وتعالى. موضوع الآية الكريمة الرد على من زعم أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا. الرد على من زعم، يعني من اليهود والنصارى، أن إبراهيم عليه السلام كان يهوديا أو نصرانيا. وأي الدين حق عند الله عز وجل، اليهودية أم النصرانية أم الإسلام؟ يتبين لنا من الآيات الكريمة إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك في الآيات مكر أهل الكتاب بالمسلمين لإضلالهم بعد الهدى. والآن مع شرح الآيات الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بداية يعني شرح بعض الأحكام في الآية الكريمة. ها أنتم فيها مد جائز منفصل، هي أصلها كلمتين، هاء التنبيه وبعدين إيه أنتم، ولكن هي طبعا إيه جاءت موصولة في المصحف الشريف في الرسم الإيه العثماني، في الرسم العثماني، يعني هي أصلها إن هي تكتب بهذا الشكل، ها وبعدين أنتم، ها وبعدين إيه أنتم. فهذا مد جائز منفصل، يمد مقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية وحركتين من طريق طيبة النشر. كلمة هؤلاء فيها نوعين من المد، المد الأول مد جائز منفصل، والمد الثاني مد واجب متصل. ليه؟ المد الواجب المتصل لاتصال الهمز بالمد في نفس الكلمة، الجائز المنفصل لانفصال الهمز عن الايه الانفصال حرف المد عن الهمز. طيب واين هو الانفصال ونحن نرى ان الكلمة واحدة؟ هؤلاء لا، هي اصلها برضو نفس الكلام، ها وبعدين اولاء، ها واولاء، ولكنها ايه جاءت موصولة في الرسم الايه العثماني كما نرى في هذه الآية الكريمة. يبقى المد الاول ده ها هيمد حركتين او 4 حركات حسب اختيار القارئ، اما المد الثاني فهو مد واجب ما فيهوش فصال، لازم هتمده كام حركه؟ 4 أو 5 حركات، و6 حركات في هذه الحاله لان الهمز هنا متطرف، يعني لو هتقف على الكلمه هتقف عليه بالمد 6 حركات. طيب حاججتم فيها مد طبيعي بعد الحاء، والجيم طبعا في كالقارئ لان الجيم من حروف قطب جد، والميم فيها اظهار شفوي، فيما مد طبيعي بعد الفاء في الياء، ومد طبيعي في الالف الذي بعد الميم. لكم به اخفاء شفوي لمجيء الباء بعد حرف الميم. به في هنا صله صغرى، الياء الصغيره اللي شايفينها بعد الهاء المكسوره دي صله صغرى، يعامل معامله المد الطبيعي برضو بنمده حركتين به كده. علم فاء إخفاء حقيقي لمجيء الفاء بعد التنوين بالضم، والفاء من حروف الإخفاء المجموعة في أوائل كلم البيت. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، ضم طيبا زد في تقن ضع ظالما. تحاجون ما نوع هذا المد؟ مد كلمي مثقل يمد بمقدار 6 حركات. فيما مد طبيعي في الياء والألف. لكم به برضو نفس الكلام سبق نظيره، إخفاء شفوي لمجيء الباء بعد الميم الساكن. به برضو سبق نظيره مد صلة صغرى. علم لو هنقف عليها الوقف جائز مع نجيم، يعني جواز الوقف. لو هنوصلها يبقى عندنا حكم إدغام بغنة لمجيء الواو بعد التنوين، والواو من حروف كلمة ينمو، يبقى علم و. والله يعلم وأنتم، النون هنا فيها إخفاء حقيقي، والميم النون إخفاء حقيقي، والميم إظهار شفوي. لا تعلمون مد طبيعي في الألف بعد اللام، والعين طبعا ننتبه لمخرج العين، وكنا نسمع من القراء يقول إيه إيتي بالبعبعة في العين، يعني هذا الصوت تعلمون، هذا هو مخرج الايه حرف العين من الحلق، وطبعا بنقف عليها مد عارض للسقوط. طيب شرح الايات الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تبارك وتعالى يقول ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، يعني ها انتم يا اهل الكتاب جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم، يا اهل الكتاب من اليهود والنصارى. وطبعا يا اهل الكتاب هذا ليس اقرار للكتاب الذي معهم الان، يعني يا من تدعون الايمان بالكتاب الحق الذي انزله الله عز وجل على موسى، والكتاب الحق الذي انزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام وهو الانجيل.
طبعا غير الايه المحرف. يبقى ها انتم جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم، يعني من امر دينكم وما انزل عليكم، فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من امر ابراهيم عليه السلام ودينه، مما ليس في كتبكم ولا جاءت به انبياؤكم، والله يعلم حقائق الامور وبواطنها سبحانه وتعالى، يعلم حقائق الامور وبواطنها وانتم لا تعلمون. ثم يبرئ الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام من اليهودية والنصرانية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. يعني ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية ولا على النصرانية، ولكن كان مائلا عن الأديان الباطلة، مسلما لله عز وجل، موحدا له تبارك وتعالى، وما كان من المشركين به كما يزعم مشرك العرب أنهم على ملتي. والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أننا على ملة إبراهيم أبي الأنبياء عليه السلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. يعني إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم هم الذين اتبعوا ما جاء به في زمانه، وأحق الناس أيضا بذلك هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا به من هذه الأمة، والله جل وعلا ناصر المؤمنين به وحافظهم سبحانه جل وعلا. فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ود الطائفة، طيب هنبين برضو الحكم ده، هنا إدغام التاء في الطاء، يعني بتدخل على التاء وتخرج بالطاء، دايما بنقول كده، بتقرأ بهذا الشكل، ود الطائفة هكذا. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهنا في صفة اسمها التفشي في الشين، وما يشعرون، يعني يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، العلماء عندهم بيسموا إيه بالأحبار، ماذا يتمنى هؤلاء؟ يتمنى أحبار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يضلونكم أيها المؤمنون عن الحق الذي هداكم الله عز وجل له. وما يضلون إلا أنفسهم، لأن سعيهم في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم، وما يعلمون عاقبة أفعالهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تكفرون بآيات الله، ده دليل على كفر اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لما تكفرون، دليل هم كفار ولا لا؟ كفار. لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يعني لما تكفرون بآيات الله التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه كتبكم. من فوائد الآيات الكريمة، دلت الآيات على حرص كفرة أهل الكتاب على إضلال المؤمنين من هذه الأمة حسدا من عند أنفسهم. كذلك دلت أن أحق الناس بإبراهيم عليه السلام من كان على ملته وعقيدته، وأما مجرد دعوة الانتساب إليه مع مخالفته فلا تنفع. كذلك يستفاد أهمية العلم بالتاريخ، لأنه قد يكون من الحجج القوية التي ترد بها دعوى المبطلين. والآن مع تلاوة الآية الكريمة، وهو ومع أداب التكرار الأربع، والنظر إلى الآيات والإشارة بالإصبع، والقراءة بصوت مسموع، والتفكر في الآية الكريمة في حال التكرار بنية التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون.